بينضم لنا اكيد في هذه اللحظات كابتن رمضان السيد المدير الفني لنادي الرجاء. بنقول لك هارد لك النهارده، يمكن زي ما حضرتك قلت يمكن النادي الاهلي اكيد يمكن منافس قوي، طبعا احنا عارفين طبعا ان بطل الدوري وبطل افريقيا النهارده المباراه، شايفها ازاي اداء النهارده ازاي النادي الاهلي وايضا كمان فريق الرجاء من وجهه نظر؟ يعني انا في رايي ان النادي الاهلي حاليا في الفتره دي في افضل فورمه ليه من فتره كبيره جدا، يعني فرقه تقيله قوي وفرقه طبعا انا يمكن بشبهها بقول ان هم قريبين من الكره الاوروبيه يعني. لكن احنا الحمد لله يمكن قفلنا وضيقنا مساحات عليهم في الشوط الاولاني، واعتقد ان احنا قدرنا كمان ان احنا نهدف من كره مرتده. طبعا الشوط الثاني هم يمكن النادي الاهلي حسام الحقيقه دفع بكل اوراق اللي هي اسلام بلعب رؤوس حربه، يعني احنا حتى برضك اتعاملنا مع كده، لكن طبعا الهدف اللي هو هدف التعادل جه بدري شويه، لكن طبعا احنا انا بعتبر ان ولادنا ادوا جيم كويس في حدود الامكانيات. هذه لحظه يمكن ظروف صعبه شويه بالنسبه لنادي الرجاء، شايف الفتره اللي جايه ازاي بالنسبه لك يا كابتن؟ ظروف صعبه جدا من اول ما استلمنا، لكن احنا يمكن زي ما قلت قبل كده احنا عملنا 4 بونت، كسبنا المقاولين وتعادلنا مع الاتحاد السكندري، بنخسر من الاسيوطي وبتخسر من النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا اي حد هيلعبه صعب جدا جدا جدا، لكن انا بقول المباريات اللي جايه احنا بنلعب على اساس ان احنا نجمع بنات، وان احنا اي بنات بنكسبها بتساعدنا ان احنا نعدي خطوه يعني. الجو كان ليه تاثير النهارده على المباراه شويه يا كابتن رمضان؟ الجو لا الجو ملوش اي تاثير خالص، الجو حلو. شكرا.